لا هاي راح احط مكانه مثلا. هاي جبنة، شوفي هلا رح اعمل قهوة مصنوعة بالشوكولاتة. رح ارش شوي حليب بسكره، حطه هيك مكبوس. هاي بستنى حتى تطلع القهوة، بعد بيضل صحون. الكيكة الخضراء انت قصدك عليها عبدو، هاي انا قلت لك عليها. شوف المحل هون، طلع هونيك كمان في محل، في كتير اشياء هون حلوة بس لا تسأل. مرحبا، هلا انا رح اعمل السلطة، وانا عم بدور هلا السكينة. يلا شوفت هاي السكينة، هاي كأنه حقيقية، وانا رح اعمل رح اشيلها. فكرت بايش رح
عملت السلطة صارت جاهزة وهلا هيك. هلا السلطة صارت جاهزة، هلا رح نتعشى شي غدا. خلي شوفوا، هلا عملت هاي السمرقص، خلي هون اذا حدا بده. هاي كاسة، هاي كاسة. خلينا ناكل بدك كيكة؟ شوي رح أحط لك خضرة. حدا تاني رح نجي يلعب دوري هون. هلا بدنا نروح شو يعمل الدكتور ونشوف الأشياء. شفت عبود اشتغلت. تبع تنفس. شوف عبودة، في هاد، في كمان هذا الصيام. هاي عم ينتهي هلا الوقت، ما سمعت. في هذا ضو. الو، صار شي هون يوم المساعدة. شو؟ ايش قلت؟ ما سمعتك. رشايد. اوكي، اعمل له عملية. اوكي، راح افصل. Mm-hmm.
صاير حادث بيوفر صاير حادث جاي لكم حتى تعرفوا هاي ايش هاي موضوع هاي مثلا هاي هون جوا هيك مثلا نشطح هون نحطه هون هون نحطه على أمي نحطه ده نشوف إيش بيهم في الحلقة.